كثير اجانا اسئله انه يا سمير بدي اياك تساعدنا، معنا رينج روفر وبنعرف انه بقلبه الفيتشر تبع البارك اسيست ولكن ما عم نعرف نستعملها. اليوم رح جاوبكم ومش انا لحالي، اليوم معي حبيب قلبي احلى متابع رئيس محمد عبد الله، كيفك يا محمد؟ منيح؟ محمد بهالاس في ار، شوفوا هالسيت للاس في ار ونغم وطرب الاس في ار، وهلا نحن ومحمد حننقل على تاني كليب ورح نصور لكم كيف بصف الرينج روفر لوحده، جاهز يا محمد؟ جاهز. يلا كملوا لي هالفيديو. اعطينا من عندك الهواء يا ابو حميد، الصفه مبدئيا قدامنا على اليمين، نحن اللي علينا بنكبس كبسه البارك اللي هي على اليمين، ببلش هلا الرينج بحركه دراسه الكاليبريشن يقيس اذا هيدي المساحه اللي على اليمين بتساع هيدا الرينج او لا. انا رح الحق كل شيء كونستراكشنز بيكتبوا لي اياه على التابلو، فانا هلا الرينج عم بيقول لي قرب ببطء لندرس المسافه، وانا عم بعمل كالتالي، نعم عم اقرب ببطء مثل التابلو لادرس المسافه. هلا قام قال لي سبيس مظبوطه، هيدي سبيس اللي ورا ضوالي بالاخضر بتساع السياره، وطلب مني قرب بعد شوي. انا عم بلحق كل شيء عم ينقال على التابلو، بس قال لي وقف، بس وقفت قال لي حط على الار، بعدين انا محاوله على الدايناميك، لون الشجاعه، لون الاحمر، لون السرعه، اللون بيلبق لافخم متابعين، طلب مني حط على الار، نعم حطيت على الار، حط لي اوتو وعمل سهم. هلا بدي منكم تشوفوا، انا طبعا ايدي ورا، كل ما شيل اجري عن الفريم اسرع كل ما بتصير الحركه اسرع، فاذا مثل ما كنا عم نكمل اوتو طلب مني الرانج، ارجع شوفوا انا كل شيل اجري عن الفريم، ليكو ليكو الستيرنج ويل، رح بطئ شوي لتشوفوا الحركه بشكل ابطا، ليكو انا كل ما عم خفف اجري على الفريم كل ما عم بتصير الحركه ابطا، كل ما بشيلها اسرع كل ما بصير اسرع، شوفوا شوفوا عم بيرجعني عم بيرجعني لمحل بعد بعد بعد، بس قال لي بس قال لي ولا ما قال لي لا بعد. اه هلا حط درايف، هيدي درايف، هلا بدي اقرب لقدام لتجري الستاره، شوفوا 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 دن، حط لنا انه فينشت ومش الحال. فاذا يا شباب نعم هيدي هي الفيتشر تبع البارك اسيست، وهيدا الرئيس محمد عبد الله، بدنا نكتب له كلنا بالتعليقات انه الله يهنيه ويبعد ضربات افخم متابعين وافخم صباح، وصباح تسعد لي صباحكم.